السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في أيامنا وأعمالنا، وبارك لنا في إسلامنا وإيماننا، بارك لنا في طعامنا وشرابنا، بارك لنا في شهر رمضان، بارك لنا في طاعاتنا، بارك لنا في كل ما أتيتنا، بارك لنا في أخوتنا. اللهم بارك لنا في كل خير، واجعلنا من أهل الخير، وأخرجنا من هذه الدنيا على خير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصرف عنا الشر كله، واصرف عنا أهل الشر، واحمنا واحفظنا بحفظك، وارفع عنا الوباء والبلاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بمقدمة طويلة عن قضية الطعام وفلسفة الطعام في الإسلام وعند الصوفية، ونأتي إلى آداب الطعام عند الصوفية. طبعا يقرر هنا الناظم ابن البنا السرقسطي أن آداب الطعام المقررة في الشريعة والمعروفة عند عامة المسلمين هي أيضا مقررة عندهم، لكن للصوفية مزيد عناية وتدقيق وبحث عن الإحسان في آداب الطعام. وأكثر ما نذكره هو أيضا مستنبط من الشريعة وله أدلته في الشريعة. والجزء الثاني هو مأخوذ من روح الشريعة ومحقق لمقاصد السلوك وإصلاح القلوب. إذن هو في النهاية لا يخرج عن الشريعة كلها أبدا. قالوا: أدب القوم لدى الطعام جم، يعني كثير وكبير ولطيف وجميل. وأدب القوم، القوم هنا المقصود به أهل التصوف. وأدب القوم لدى الطعام، عند الطعام جم، فمنه ترك الاهتمام. إذن لا تعلق بالطعام، ما يكون روحك وعلى الرايح والجاي بتسأل عن الطعام، وهي الأكلة اللذيذة، وهي كيف نسويها، وشاغل بالك، وبتقعد في العزة بتحكي في الطعام، وبتقعد في الفرح بتحكي في الطعام، بتقعد مع أصحابك بتحكي في الطعام، عامله شغلتك. هذا أخرجه من تفكيرك، هذا آخر ما تفكر به. وقلة الذكر له إن غابا، إذا ما يجي طعام ما بنتذكره، مشغولين بما هو أهم، لكونه عندهم حجابا، عندهم شيء ينشغلون به، فإذا انشغلوا بالطعام وتذكره فقد حجبهم عن مهمات الأمور، حجبهم عن الله وعن أحكام الله، حجبهم عن التفكير في الأمة، في الدعوة، في العلم، في العبادة، وهكذا. بل أنزلوه منزل الدواء عند العليل بغية الشفاء. أوف، ما أجمل هذه الأبيات. بل أنزلوه منزل الدواء، الطعام ليس شيء يتزيد منه، بل هو ضرورة. أنت عم تدخل طعام إلى جوفك يمكن أن يضرك، فلا تدخله إلا مضطرا تماما كالدواء. في واحد بيشرب 20 حبة دواء ولا بياخذ الحبة اللي بتلزمه. كذلك ينبغي أن نتعامل مع الطعام، من جوع من أكل. بل أنزلوه منزل الدواء عند العليل، أي المريض، بغية الشفاء. أنا ضعفت، صرت الآن مثل المريض، بأكل بالقدر الذي أشفى به، مش بالقدر الذي يعود علي بمرض آخر. ولم يكن همه مو بجمعه. أهل المغرب قراءتهم للميم الساكنة، ميم الجمع، يكثرون من ضمها وإلحاق الواو بها، هذه لغة. همه مو، ولم يكن همه مو بجمعه وكسبه وفضله ومنعه. ليس همهم أن يجمعوا الطعام ويكثروا منه، وإنما همهم قدر الحاجة وكسبه. طبعا هنا مستثنى قدر الضرورة الذي بيّنه في بداية الأبيات التي شرحناها في الدرس السابق، إلا اضطرارا قدر ما يحوط، فلا يفكر في كسبه إلا بقدر حاجته. وفضله، لا يتحدثون عن فضله ومزاياه، ومزايا هذه الطبخة والفطور التركي والعشاء الكردي، والعايشين مع هذه الأمور ليل نهار. ومنعه، إحنا اليوم منفكر بلاش يجينا هسه فقير نعطيها ضول، نفكر كيف نمنعه،
بينما المؤمن يفكر كيف يتصدق ويعين الناس. طبعا الملحظ في كل هذه الأمور كما قلنا ملحظ قلبي ابتداء، حتى لا تنشغل عن الله بالشيء ولا تنشغل عن قضايا الحياة التي خلقت لها بمسألة الطعام، حتى لا نكون كالذين قيل فيهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اعتدال وحالة قلبية هي التي تميزك عن الحيوانية وعن الكافرين. وكما لا يمنعون الطعام يؤثرون غيرهم عند حاجته ليستفيدوا الأجر عند الله، ما لم يصل الإنسان إلى حالة الموت، بل حتى في حالات الموت منهم من آثر غيره. قال لك أموت أنا ولا أخي، لا أعطيه هو يشرب ويبقى على الحياة. فالطعام حين نتعلق به يصير حجابا، يصير عائقا، ولا استقلوه ولا عابوه ولم يكن قصدا فيطلبوه. ولا استقلوه يعني واحد ضيفك طعام قليل، ما بتقول هذا قليل، تأكل ما تيسر. ولا عابوه، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جاءه طعام إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه إن كرهه تركه. رواه البخاري ومسلم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وأنت كذلك، الناس أذواق يا أخي، الشيء اللي حرم الله الكل نمتنع عنه ونذمه، لكن الشيء الذي أباحه الله ما عجبك لا تذمه، لا تقول شو ذوقك ولا شو تأكله. ولم يكن قصدا فيطلبوه، لم يجعلوا أنفسهم تتعلق بصنف من الأصناف بيقدرش يتركها. يقول لك والله خرمان على كاسة شاي، بعرفش أشتغل حاجة حتى أشرب الشاي، خرمان على دخان، خرمان على أرجيلة، على متة. بصير الواحد ما له هم إلا هذا، صار في عنده تعلق بيحجبه عن ضرورياته وأعماله. خرمان على كنافة كل يوم يومين ثلاثة لازم يجيب كنافة، لازم تكون على قدر تستطيع أن تمتنع عن أي طعام. ما في طعام يخضعك ويجعلك عبد، أنت تملك نفسك. قال والقوم لم يدخروا طعاما بل تركوا الحلال والحرام إلا يسيرا. إذن يدخرون الشيء القليل، الشيء الكافي كحد أدنى، أما يتوسع ويدخر ويعتني بذلك وآخرته يخمج ويكبه ويبقى همه متخوف، إذن هنا عندنا خلق آخر عند الصوفية يعينهم في هذا، وهو الثقة بالله. الناس ما عنده ثقة بالله، لو عنده كفاية سنة بيساوي كفاية سنتين، لو عنده كفاية سنتين بيساوي كفاية ثلاثة، ما في ثقة بالله. ممكن أنت يكون عندك ما يكفيك لملايين السنين، لكن بلحظة تصير كالفقير. شركات طيران بالكورونا صارت فقيرة، شركات تصنيع سيارات بتفكر تسكر، أنواع من الأطعمة، أشياء كثيرة أغلقت لما صارت ثورة الشام قبل 10 سنوات. أحد الناس قيل له تبرع بدار زائدة عندك، بيعها وتبرع بثمنها، تسوى 1,000,000 ليرة سورية لهؤلاء الذين قاموا على الظلم. فماذا قال؟ هذا ملكي. بعد أيام قصفت من الظالمين وصارت ترابا، قال يا ليتني. وهكذا الحياة. والقوم لم يدخروا طعاما، يعني مش معنى أنه ما بيدخلوا، قال لك إلا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي نساءه أحيانا نفقة سنة، لكن ما نفقة السنة كانت عبارة عن 24 شوال من الشعير أو من التمر ونحوه، انتهى الأمر، ما في تكلف في الأمر، يسر الله أعطى. هذا حينما أغناه الله في آخر 3 سنوات من عمره، وحينما لم يوجد حاجة من حوله، ومع ذلك أحيانا إذا جاءت الحاجة يستخرج منها فينفق.
ما دام صار في واجب وأنا عندي زائد لسه ما صار واجب، فأخرج من هذا الزائد للواجب، والله بعين بيبعث لنا لما نحتاج. لما أنت بتحتاج وبعطيك، فلما أنا بحتاج بتعطيني، لكن أنا خايف أعطيك وأنت خايف تعطيني، فلما أنت تحتاج ما حد بيعطيك، ولما أنا أحتاج ما حد بيعطيك، وهيك إحنا حالنا اليوم. والله البشرية عندها من الكفاية أضعاف ما تحتاج، لكن كم فينا من فقير بسوء ظننا بالله، لأننا لا نوقن بقول الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا نوقن بوعد الله سبحانه. فالصوفي لا يخاف على الرزق، يثق بالله، لا يسيء الظن بالله سبحانه، لا يكون عنده طول أمل، يقول أنا عندي واجب الآن بعطي لهذا الواجب. أما قاعد بتخبي مليون وصار في واجب وما خرجت له، إذن لوش أنت مخبي؟ وبجوز تموت وما يكون أصلا حتحتاجه. فالآن في واجبات كلنا بنعطي فيها، المستقبل بيجي رزقه، صحح فكرنا. والقوم لم يدخروا طعاما بل تركوا الحلال والحرام إلا يسيرا، أي تركوا الحلال إلا يسيرا قدر ما تيسر، والحرام تركوه كلية، لأن الحرام إذا دخل جوفك أفسد حياتك. كل جسم نبت من سحت من حرام النار أولى به. إذا أنت أكلت مال حرام، مال رشوة، مال ربا، مال سرقة، مال عمل في باطل، خنزير، خمر، كل هذا تقيم قوتك من حرام، فصلاتك لن تقبل منك، ذكرك لله لن يقبل منك. طهر نفسك من هذا الحرام لتكون قوتك في طاعتك من حلال فتنتفع وتتنور. أما إذا أكلت طعام الظلمة عندئذ لم تنتفع حتى بالطاعة. إلا يسيرا قدر ما تيسر، اللي بتيسر بدون تكلف، بدون حزن، بدون هم وغم، لا يكون الطير يغدو خماصا ويعود بطانا، أكثر توكلا منك. إذ الحلال المحض قد تعذر، يقول لك ليش حتى الحلال خففوا منه؟ لأنه في شبهات كثيرة اليوم، في شبهات ببعض أنواع الجبنة، في شبهات ببعض العصائر. أهل التصوف يتركون كل ما فيه شبهة، عنده قدرة يقاوم نفسه، والضعيف يقول لك لا، يعني ما ثبتش أنه فيها حرام. قد تعذر عند الله، لكن الأكمل لك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فينجو عند الله ولا يقال له هذا حرام، أنت أكلت حرام، وعرضه سمعته فلا يتهم بأنه أكل الحرام. اليوم في شوكولاتة فيها خمر، في شوكولاتة فيها دهون خنزير، في كثير من الأطعمة من اللحوم تأتينا من بلاد غربية أو شرقية مش مذبوحة ذبح شرعي. في إحدى البلاد الإسلامية العربية أحد طلاب العلم الشرعيين بحث عن موارد اللحم، فوجد أن 80% منها من دولة هندوسية، ذبحهم لا يجوز، لا تصح منهم التذكية، ربما لا يذكون أصلا، يعني لا يذبحون عدا عن التسمية. وإحنا بلاد مسلمين وقاعدين بنأكل ومطاعمنا بتطبخ. إذن القضية لم تقف عند حد الشبهة، بل وصلت إلى حد الحرام أحيانا. وفي الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، وهذا مذهب الصوفية، نترك حتى بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، يترك حتى يدع ما لا بأس به، لا بأس به يعني حلال، حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس يعني
الله تعالى حرم علينا أشياء قليلة، الحرام، وبعدها كره لنا أشياء قليلة جدا مكروه، وجعل لنا بعد ذلك شيئا هي شبهات. هو قادر على أن يعطينا فيها الحكم صريحا حرام أو حلال، لكن حتى يختبرنا، حتى يجعل رتبة لأهل التقوى، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به اللي هو الحلال. الحلال لا نهاية له، كثير جدا، والحرام قليل جدا، ومع ذلك تلاقينا ايش ندور على هذا من نوصل هون. كالراعي يرعى حول الحمى، لما انا بجيب غنماتي هون ما بتلاقيهم الا طلعوا هون، بمشي بغنماتي هون بيوصلوا هون، بمشي بغنماتي هون بيوصلوا هون. كالراعي يرعى حول الحمى عند حدود مزرعة جاري يوشك أن يرتع فيه. فربنا بيقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أنه بعد، هاي الحلال كثير يا أخي، خليك لهون، ما في مانع إذا غلطت بتوصل لهون، لكن لا توصل لهون، وإذا وصلت لهون لا توصل لهون، وإذا وصلت لهون لا توصل لهون. فعملنا حواجز حتى تحمينا على الشيء الأعظم. فأهل الإحسان وأهل التقوى هم من يعيشون على هذه الدائرة، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم. كنا ندعو 90 بابا من أبواب، 90 بابا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، ما حرموها لاحظ، لكن تركوها. فإحنا للأسف عندنا شبهات كثيرة ولا نبالي بها. ربما تجد في بعض بلاد المسلمين الأجنبية عندهم مؤسسة حلال اسمها إيش؟ حلال، بتبين ما هي الأكلات الحلال والحرام في بلادهم، وإحنا في بلاد مسلمين كثير من الأشياء ما حد بخبرنا فيها حلال ولا حرام، وما إحناش دارين. حتى الحلال كما قلنا قد تعذر، وهذا كلام قبل 600 سنة، ومثل ذلك قبل حوالي 800 سنة الإمام النووي. من أسباب موته مبكرا عمره 45 سنة أنه كان قليل الطعام، لأنه يشك في أكثر أموال الناس، حتى أصيب بالباسور نشيد نتيجة الإمساك من قلة طعامه للفواكه ونحوها. طبعا إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة معذور، لكن شوف أهل التقوى ننتبه على أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فقال، وهو إذا لم يكن ينطبق على زمن النووي قطعا ينطبق على زمننا، رغم أنه الخطابي لسه قبل النووي 200 سنة وأكثر بيعتبر أنه هذا الحديث صار في زمانه، والنووي بيعتبره في زمانه، والناظم بعدهم 200 سنة كمان بيعتبره في زمانه. فإيش زماننا؟ هذا الحديث في البخاري يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم ماله من حرام أم من حلال. بقول لك نعيش، ما بتسمعوها؟ نعيش رشوة مش رشوة، يشتغل عند أهل الفجور، عند أهل الظلم، ماهوش سائل. فلا بد نراجع أنفسنا، نشوف ما هو حل مالنا وطعامنا. قال بدرس محاسب، طب ما أنت عارف 90% وأكثر من الشركات اللي هتشتغل فيها محاسب فيها ربا وفيها حرام، فليش تدرس محاسب؟ وبدك تدرس محاسب بدك تحط براسك بدي أدور على الحلال. أما توقع حالك في الحرام تقول والله أنا مضطر، لا أنت مش مضطر، دور لك على تخصص ثاني يكون في طريق للحلال. قال فإن أتى شيء بلا تكليف، لاحظ هنا أيضا هذه الصفات التي فيها العفة وفيها الإيثار وفيها الإكرام وفيها أيضا الورع. لاحظ دائما التصوف يخلط الحالة السلوكية بالقلبية،
وهذا ما تفتقده أمتنا كثيرا. قال: فإن أتى شيء بلا تكليف ابتدأوا بالجار والضعيف. بلا تكليف ابتدأوا، يعني قبل ما يفكر أنه هو يأكل من هذا الشيء اللي الله بعث له إياه، بيفكر نبعث لجارنا فلان، لجارنا فلان، مين في مسكين، مين ما أكل، مين محتاج، مين فيها الحارة، عنده شغل مياومات وقاعد اليوم في الكورونا نتفقده. بيبحث عن الناس قبل نفسه بلا سجية، يعني صار عنده خلق الكرم والإحسان، خلق متمكن، لا يفكر ولا يحتاج يدفع نفسه ويضغط على حاله ويجاهد نفسه حتى يعطي، لا، بسجية يقدم الفقير على نفسه. فإن أتى شيء، الله رزقه شيء، سواء من كسب ماله أو من هدية أو تجارة أو غير ذلك، بلا تكليف ابتدأوا بالجار والضعيف، الإيثار، وجنبوا طعام أهل الظلم. صفة أخرى أنهم لا يقبلون طعام الظالمين وأهل المعاصي واللي طعامهم حرام وشغلهم حرام. وجنبوا طعام أهل الظلم والبغي والفساد خوف الإثم. أهل الفساد والمعاصي والظلم أموالهم حرام، فلا يأكلون من أموالهم. ما بيأخذ عطية ولا مال من ظالم أو حاكم ظالم أو إنسان على الربا أو هكذا، إنسان يعيش على الرشوات ويعيش على الاحتيال، إنسان يعيش على ديون الآخرين وما بيسد لهم ديونهم، ما بتأكل من طعام. طبعا هنا القاعدة عند فقهائنا في الشرع أن الطعام الحرام ممن يملك الحرام لا يجوز أكله، ممن كل ماله حرام لا يجوز أن تأكل منه شيئا، حتى لو جاب لك هدية بترد له إياها، إذا مش قادر تردها بوجهه تتخلص منها ما بتأخذها. لكن إن كان المال مختلطا، عنده مصدر حلال ومصدر حرام، عندئذ جاز أن تأكل من هذا المال الذي أتاك به أو استضافك إليه، معتبرا أنه من جزئه الحلال، فيكون ترك طعامه من الورع. عند الصوفية قالوا: نحن نتورع، فحتى لو كان عنده مال حلال، ما دام عنده شوية مال حرام لا نقبل أن نأكل منه. فكيف إذا كان كله حرام؟ ندخل السحت في أجوافنا والحرام في أجوافنا، يظلم علينا قلوبنا ونشعرهم كأننا نؤيدهم. لما الظالم بيجيبك تأكل على سفرته وبصورك ويقول إجاني فلان، يعني كأنما أعطيته فرمان على ظلمه. فأهل التصوف يرفضون ذلك. الفضيل بن عياض وأمثاله من أئمة الصالحين ونماذج التصوف، كانوا حتى الحكام إذا أرادوا أن يعطوهم رفضوا عطاءه، وإن أخذوا اضطرارا وزعوه على غيرهم وعلى الفقراء ولم يأخذوا منه شيئا. كان الحاكم مرات مثل هارون الرشيد يطلب إلى قصره فيرفض أن يذهب، ولو أنت تعال إذا حابب، بيجي بيحكي معه بيعرض عليه مال وكذا بيرفض. بعد شوي الخادم الأمة بتقول له للخليفة هارون الرشيد: لقد أزعجت الشيخ، كفى. بروح هارون الرشيد، شوف الحكام لما كانوا يحترموا الصالحين، وشوف عزة هذا الصالح وعزة خادمته أيضا وهي أمة عبده. الشيخ سعيد الكردي، طبعا هذه الأشياء موجودة اليوم، لا أنظر أنه هذا خلاص ولا وراح. الشيخ سعيد الكردي الله يرحمه من كبار مشايخ الأردن في التصوف، درس على أهل الشام وأخذ عنهم الطريق والفقه، من أهل إربد. كان يوما في إربد ودعاه إلى الطعام أكبر مرابي على مستوى إربد، كان يعطي الناس ديون ويسترجعها أضعاف وعاش على هذا. هذا كلام قديم شوي، لكن ابن حي ومن مشايخ التصوف الآن ما زال في إربد معروف ومتوازن وما
أظن فيه الاستقامة. فالشيخ سعيد الكردي راح على الوليمة وحاططها المنسف كالعادة والشراب، قال لهم تفضلوا يا جماعة، تفضل يا شيخ، تقدم الشيخ أول واحد. فالشيخ سعيد الكردي جايب معه رغيفين، أول ما بدأ الطعام طلع الرغيفين من جيبته وبدأ يأكل. يا شيخ اللحم المنسف اللبن، قال أنا أكل من عندك، أنت كل مالك حرام، كله ربا. هذا الموقف كان سببا في توبة هذا الرجل. الرجال تصنع الرجال، هذه التقوى. وجنبوا طعام أهل الظلم والبغي، التعدي والتجاوز لحدود الله والفساد، المفسدون في الأرض، خوف الإثم، بل أكلوا مما استبان حله غير الذي لا يعرفون أصله. فيأكلون الحلال الصافي، اللي بيشكوا فيه الشبهات، حتى الشبهات بيتركوها، رغم أنه إثمهم مش مثل إثم الحرام لاحتمالها. اليوم إحنا إذا أفتى الشيخ بأنه حلال وأفتى الشيخ بأنه حرام، نقول قالوا حلال. ما دام في واحد بيقول حرام، المفروض إحنا نعتني بترك هذا الشيء. أن الله تعالى قالنا في هذا الحديث النبوي، طبعا الحديث الصحيح هو قول الله من حيث المعنى، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ولما يقول لك أنه أنت إذا أخذت هذه الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وتروح أنت تقدم على ما حرم الله، حتى هذه الشبهات ربنا بيقول لك بعد عنها. فالصوفي بيتعامل معها وكأنها حرام، وأنت في هذه المسائل طبعا تفرض الورع على نفسك لا على غيرك. يعني إن كنت أبا وأولادك اشتهوا مرتدلة، فإحنا بنشك في المرتدلة، يعني في حلها أو خلطها بأمور لا تجوز. إن كان ولد أنت تلزم نفسك أن لا تأكلها، لكن لا تمنع أولادك، ممكن تحثهم تعلمهم تنصحهم، لكن لا تجبرهم على الورع كما تجبر نفسك. أما إن استبانت حرمتها لا يجوز أن تسمح لا لنفسك ولا لأولادك. بل أكلوا مما استبان حله غير الذي لا يعرفون أصله، ولم يكونوا كرهوا الكلام عليه لكن كرهوا الإرغام. من آدابهم في الطعام أنهم لا يمنعون الكلام، بل يستحبون الكلام في الطعام حتى نؤنس. طبعا مش تروح تأكل اللقمة في تمك وتبزق هون هون، وإنما بهدوء يأكل وبلطف، ويتكلم بما لا يكون مسيئا حتى يكون في أنس في الطعام واستفادة من وقته. لكن كره الإرغام. إيش الإرغام؟ والله بالله عليك إلا تأكل، مشان سيدنا النبي إلا تأكل. يا أخي ما يصير، قل له زد، اعرض على زيادة، قدم له لقمة زيادة، لكن لا ترغم، لا تجبر الناس على مزيد الطعام. كره الإرغام، الإجبار على المزيد من الطعام. ويكرهون الأكل مرتين في اليوم والمرة في اليومين. قل لك يكفي وجبة واحدة في اليوم. طبعا هذا أنتم تظنوا وإحنا بنظن أنه مستحيل، شو نأكل وجبة في اليوم بس. حتى اليوم مثلا في بلاد تشاد سمعت بأنه أهلها بيدخلوا طبخة بيبدأوا يصنعوها بعد الفجر، تستوي ساعة ساعتين ثلاثة اللي هو بيأكلوها وخلاص راحت لتاني يوم، لا بيشربوا عصير ولا بيأكلوا فواكه إلا المي وخلاص، وعايشين قوتهم وأجسامهم أحسن منا. فلا ننظر للأمر بمنظار ما تعودنا وشهواتنا غالبة علينا، لكن هنا مش معنى الوجبة الواحدة أنه ما بيصير الواحد يأكل شيء، وإنما بينقرش شوي بيأكل هون، بيتمتع بنعم الله لما يشوف حاله محتاج بيأكل شوي، والمقصود الوجبة الكبيرة واحدة. والقضية في الأصل ليست مرتبطة بوجبة وجبتين، يعني ممكن تأكل خمس وجبات تكون معتدلة، فعندئذ أنت في موضع الصواب، وما يكون هذا عن شهوة وإنما عن ترتيب ومنظور.
ما يوافق صحة الإنسان. ممكن تصوم وتأكل وجبتين فقط. فالقضية مرتبطة بالاعتدال. قال لك أيضا ما بصير في اليومين فقط وجبة واحدة، فهذا يؤدي إلى المرض والضعف وهذا لا يجوز، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صوم الوصال. ويكرهون الأكل مرتين في اليوم والمرة في اليومين. روي عن بعض السلف سئل كم يأكل الإنسان في اليوم؟ قال مرة. قالوا فإن زاد؟ قال لا بأس. قالوا فإن زاد؟ قال فابنوا له معلفة، يعني بده يصير زي الحيوان الرايح والجاي بضل بيأكل. فهذه الأمور كما قلنا مش مرتبطة بعدد الوجبات، وإنما بالاعتدال في المجمل كله. ذكرنا هنا أنهم يحرصون على الإيثار، ابتدأوا بالجاري والضعيف. هذا الإيثار ذكره الله تعالى في كتابه ومدح به المؤمنين، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو هو محتاج بروح بقدم إلى من هو محتاج أو أحوج منه. ويؤثرون على أنفسهم، يقدمه على غيره. ما أعظم هذه النفوس وما أطهرها وما أقدرها على مجاهدة النفس فيما تشتهي. ما أعظم حبها لأخيها المسلم. وأيضا يقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هون بيجينا بعض المعاصرين يقول الله قال على حبه، يعني احنا لازم نحب الأكل. طبعا احنا بنحب الأكل، زين لنا، لكن لا يجوز أن يكون حب تعلق. فيكون هنا على حبه، متى جاز لك أن تحب الطعام؟ حينما يكون حاجة لك. فمعنى الآية ويطعمون الطعام على حبه أي على وجود الحاجة إليه، ومع ذلك يؤثرون غيرهم به. ولاحظ هنا كرم أخلاق الإسلام، مش بس يؤثر اليتيم والمسكين والفقير، حتى الكافر الأسير يقدمه على نفسه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا الأسير كافر ومع ذلك أثره على نفسه. ما أعظم هذه الأخلاق في الإسلام. وذكر لنا أنهم يجتنبون طعام أهل الظلم. والقرآن الكريم حذرنا من الظلم والربا وأمثاله بمثل قوله يأكلون أموال الناس بالباطل، أكالون للسحت للحرام، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إلى غير ذلك. كل هذا يوجب علينا أن نحذر من طعام أهل الظلم والمعاصي ومن يأكل المال الحرام. لهم آداب أخرى. قال وفضلوا الجمع على الإفراد فيه لأجل كثرة الأيادي، يحبون أنه يجتمع الناس على الطعام ففيه بركة. أما كل واحد يأكل لحاله هذا لا يحبونه، وهذا فيه نوع تواضع. للأسف اليوم عندنا ناس ما يرضاش يأكل مع زوجته وأولاده، ونأكل مع زوجته ويأكلش مع أولاده، هذا نوع من الكبر. فالصالحين إذا أتي بطعام ومش ملاقي حدا يأكل بينتظر وبدور الناس يأكلوا معه، من جهة إكرام ومن جهة تواضع ومن جهة بركة. وفضلوا الجمع، اجتماع الناس في الطعام، على الإفراد أن يأكل وحده فيه لأجل كثرة الأيادي، فهي من أسباب البركة. ولم يلقم بعضهم لبعض ولم يجل بصره بل يغضي. ما بطعم الناس بيحطوا بتمه اللقمة، قال لك هذا مش مستحب عند أهل التصوف. طبعا استثنوا حالتين. حالة وردت في السنة إطعام الرجل لزوجته حتى ما يضع في فم امرأته، في فم امرأته، هذا مستحب للتودد. استثنى الشيخ قالوا من باب البركة، قد يناول اللقمة للتلميذ لكن يناوله معها في قلبه دعاء، فمن هذا الباب قالوا هذا جيد. أما التلاميذ بين بعض هذا طعم هذا وهذا طعم هذا لم يستحبه. ولم يلقم بعضهم لبعض، يعني طعم اللقمة.
ولم يجل بصره بل يغضي، مش يطلع هذا كيف عم ياكل وهذا كيف عم ياكل، هذا شره هذا مش شره، هذا مد ايده، هذا اكل كثير هذا اكل قليل. لذلك ممنوع التصوير على الاكل، مش تصور الناس تروح تنزل على الفيسبوك. ولم يروا فيه بالانتظار فيذهب الوقت بلا تذكار. اخلاق الصوفيه العنايه بالوقت. اما جايين على عزاء وقالوا لنا الا تقعدوا تتغدوا، طب متى الغداء؟ قال الساعه 2. قعدنا 2:30 واحنا بنستنى، لكن موجود. قال والله بنستنى يجي فلان، نستنى يجي الشيخ فلان. ما في مانع ننتظر الشيخ وصاحب الجه شوي، دقيقه دقيقتين ربع ساعه زمان ماشي، احترام كويس كمان. لكن نهدر اوقات المئات واحنا قادرين نطعميهم ونقول لهم امشوا لشغلكم، هذا ما بصح. فقالوا لا ننتظر احدا، لكن يستثنى عندهم كما قلنا الانتظار القليل لمن؟ لاصحاب الجاه والفضل ونحو ذلك، لوالدك لنحو ذلك، لوالدتك، لجدك وهكذا. اما انه نقعد ننتظر كثير على الطعام ونستنى وقلوبنا متعلقه به ومش قادرين نذكر لأنه جوعانين، هذا ما بصير، نتلف أوقات الناس ونتلف أوقاتنا في هذا. فعندهم بقول لك هذا وقت بروح مهدر، وإحنا حريصين على الذكر والعمل والإنتاج، فلا نضيع الوقت بانتظار الطعام. وكره البطنة للإخوان، كره امتلاء البطن والسمنة للإخوان، فالبطن كالوعاء للشيطان. كره أن يأكل كثيرا حتى تمتلئ بطنه، البطن امتلاء البطن بالأكل. السمنة للإخوان، بدك تكون من أهل السلوك، بدك تكون أحرص على قلة الطعام من غيرك. فالبطن كالوعاء للشيطان كما ورد معنا بالحديث ومر معنا. ها هنا ننبه إلى قضية، قضية كثرة الطعام وقلة الطعام أحيانا بتكون مرتبطة بالجهد والإنجاز. فإنسان يقلل من الطعام كثيرا فيضعف عن الطاعة ونقول أساء. إنسان يكثر من الطعام لكن له جهد هائل يستهلك طاقة الطعام ونقول قد أحسن رغم أنه أكثر من الطعام. يروى أن الثوري رحمه الله جاءه ضيف بعد العشاء. الثوري معدود من كبار الصالحين كما هو من كبار المجتهدين وعلماء الحديث في زمانه، وهو في زمن أبي حنيفة أو بعده بقليل في تلك الفترة. فيوما جاءه واحد بعد العشاء فرآه يأكل، طبعا جاي مبسوط أنه جاي يزور صالح، والصالحون يقتدى بهم ويستفاد منهم، هو جاي عن أنه هذا رجل صالح ومعروف بالصلاح والعبادة والقيام وغيره. فالمهم لما جلس رآه يأكل، قال فأكل وأكل وأكل حتى بغضته لما شافه أكل كثير. قال معقول واحد صالح بيأكل هالأكل؟ قال كرهته لما رأه، قال هذا أكيد مش صالح. قال ثم قام إلى قيام الليل وصلى 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 حتى رحمته. يعني قال اللي بيقوم هذا القيام معلش يأكل هذا الأكل. إذن القضية مرتبطة بهمتك وإنجازك وإنتاجك وعبادتك. أي نعم. من ناحية ثانية، حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصيام، نوعين مواصلة الصيام، أن يصوم يومين بلا إفطار وأن يصوم الدهر كله. قالوا علماءنا لا مانع أن تصوم الدهر كله لكن تترك الأيام التي حرمها الله وهي أيام العيدين، عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى 4 أيام لا يجوز أن تصومه. فإذا تركت هذه 5 أيام ويوم الشك أيضا لا يجوز، إلا من كان له صوم يصومه، يعني متعود يصوم شعبان كله ما في مانع، يجي يوم خميس لا مانع. فهذه 5 أيام أو 6 أيام، ما عدا ذلك يصوم الدهر كله. هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تفطر إلا العيدين، وكثير من السلف فعل ذلك.
بعض الناس بيقول لك يا أخي هذا منافي للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما أذن به هو صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما. هذا كلام غير صحيح. بإجماع المذاهب يجوز أن يصوم الدهر كله إذا ترك أيام المحرمة لا إشكال. ومنهم من رأى ذلك مستحبا لمن يقدر عليه، بشرط أن لا يضعفه عن الطاعة ولا يتسبب له بمرض ونحو. طيب إذا من أين أتى علماؤنا بهذا؟ قالوا نفس الحديث الذي يستدلون به على منع صيام الدهر معلل. يسمع إلى الحديث يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، يعني غارت من شدة النحافة والجوع، ونفهت له النفس، يعني كلت وتعبت النفس، صار عندها ردة فعل وإعياء. لا صام من صام الدهر. إذن قالوا هو معلل بهذا، إذا أضعفك وأضعف جسمك حتى الهزال، أو أدى إلى ارتداد نفسي سيء، عندئذ لا تداوم على الصيام. فإذا انتفت هذه العلة فيكون مستحبا أو على الأقل مباح. لذلك هناك رسالة ننصح بقراءتها تدل على إخواننا السلفية في تبديعهم في كثير من الأمور، هذا بدعة وهذا بدعة وهذا خلاف السنة، مما يتعلق بالاجتهاد في العبادة، وهو كتاب للكنوي وحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، نسيت بداية اسم الكتاب، في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. قضية الاجتهاد في العبادة وفي الصيام، لكن ضمن عالم التوازن، ومع ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: قالوا: ولا يمسك يدا ما داموا في الأكل، وليقم متى ما قاموا. يعني من أدبهم في الطعام أنه إذا الناس عم تأكل تروح أنت تقوم وتترك الأكل، هذا بيخجل وهذا بيخجل، بقوموا على الأكل ولسه ما شبعوا، نحرج الناس. قال: إذا أنت شبعان أو شبعت كل شوي شوي، وماشيهم وجاريهم حتى لا تخجل الناس اللي عندهم هيك نفس ضعيفة، هذا نوع من الكرم، ولا تقوم حتى يقوم. إذا قام الكل وانت أكلت معناته انت مزودها كثير، فينبغي أن تستحي وتقوم معناته جاوزت الحد. هكذا أدب الصوفي مع الناس. طبعا بيذكر بعض علماء الحديث أنه هذا أدب نبوي، أنه الإنسان مش مجرد ما أكل خلاص يقوم عن السفرة ويروح يغسل. يذكر أن هناك من السنة ما يدل على استحباب أن ينتظر حتى ينتهي الناس من الطعام ثم يقومون معا حتى لا يحصل هذا الإحراج. قال: وأمروا فيه بفتح الباب وأكلوا بالقصد والآداب. أمروا فيه بفتح الباب لأنهم أهل كرم، حتى ما تكون بخيل لما يحط الطعام بتسكر الباب، لا، لما تحط الطعام افتح الباب. طبعا هذا بجوز احنا ما نفهموش لانه زماننا مختلف عن زمانهم، لكن انا رأيت مثل هذا في المدينة المنورة عند ناس شناقطة ومغاربة من نفس جنسية هذا المؤلف. لهم بيت على الارض على مستوى ارض الشارع، وغرفة بابها مباشرة على الشارع، لا تكاد تسع الغرفة 10 اذا جلسوا على اطرافها، لكن امتلأت بأربعين واحدا. زرتهم بعد الفجر وعندهم مجلس علم يقرؤون من بعض كتب العلم والفقه والحديث، وموجود طلاب علم يثابرون. فإذا وضعوا الطعام بيكون باب الدار مفتوح، والناس تعرف أن وقت الطعام هو كذا، تلاقي واحد داخل بيأكل شوي يفضل طالع، واحد داخل بيأكل شوي يفضل طالع. فلهم جيران شناقطة ومن أهل بلادهم وموازين، مش ملاقيين أحيانا في اليوم طعام، وبيعرف أنه هذول المشاهد بيقدموا طعام بيجوا بيحضروا. شافوا إجا ناس زيادة بيحطوا طعام قدر الحاجة، خلص بيحطوا طعام جديد، وهكذا شيء لطيف ليس فيه تكلف. الفقير والمسكين بيلاقي حاجته والكرم موجود.
وأمروا فيه بفتح الباب وأكلوا بالقصد والآداب. يأكل شوي شوي لقمة صغيرة، مضغ بطيء، لا يستعجل في الطعام، لا يكون شرها، لا يكون مستعجل، حط الطعام فورا بهجم، استناش أبوه أمه. من السنة أن تنتظر الكبير، تنتظر والديك، لا تمد يدك إلى الطعام حتى يمدوا أيديهم، كما ورد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمدون أيديهم إلى الطعام حتى يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. والآداب، هنا كلمة الآداب أي يريد أن يقول لك كل الآداب المعروفة في السنة يتأدبون بها. مش تفكر أنه إلا آداب خاصة غير آداب السنة، يعني أن تسمي الله قبل الطعام، أن تأكل بيمينك، أن تأكل مما يليك، أن تغسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، هذا ثابت في السنة وليس كما يقال ليس سنة. المضمضة بعد الطعام، ولا سيما إذا أردت أن تصلي، إكرام الضيف وجائزته، إذا جاءك ضيف الضيف لمدة يوم، إذا قعد أكثر لثلاثة أيام بعد ذلك مع السلامة. طبعا لها تفاصيل عند الفقهاء، عدم المفاخرة في الطعام، أن تحمد الله بعد الطعام، كل هذه الآداب أشار إليها بقوله وأكلوا بالقصد والآداب، قصد اعتدال والآداب بالآداب المعروفة بالسنة. ثم أكد على موضوع الإيثار، قال وفتحوا الباب لكل ساري، بيعرفوا ما بيعرفوا تفضل، بيعزموا على الناس، وأكلوا بالرفق والإيثار، آثروا الآخرين بالرفق. إيش يعني بالرفق؟ يعني مثلا إحنا أربعة وقدامنا صحن، معناته كل واحد بيطلع للربع، فإذا أنا أكلت الثلث يعني في واحد منهم بده يأكل السدس فقط، كون اعتديت على حقه، فباكل برفق بحيث لا أجاوز حدي وآكل حق غيري. فكل هذا من آداب الصوفية التي اعتنوا بها، وأهمها كما قلنا أن لا تملأ بطنك وتتزيد، فذلك من علامات الصلاح والاستقامة. وأخذ العلماء ذلك من حديث رواه البخاري ومسلم أن كافرا أسر، فكان يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، ثم أسلم، فلما أسلم تفاجأوا فيه لم يأكل إلا سبع الطعام الذي كان يأكله، يعني كان يأكل بعدة أضعاف حاجته. لما أسلم فهم الحق، فكر صح، تخيل بمجرد الإسلام كان يغير حياتهم كلها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. اليوم إحنا المسلمين علينا أن نراجع أنفسنا كيف نأكل، لو ولدنا مسلمين فلذلك غافلين عن أفكار الإسلام وجمال الإسلام وعظمة الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.